مرحبا، اليوم عندنا نشاطات وبطاقات تعليمية عن مادة الرياضيات. حنطبق مع بعض المقارنة بين الأعداد والجمع والطرح وغيرها. جاهزين؟ يلا نبلش سوا. اليوم عندنا مجموعة نشاطات بالرياضيات، أوكي؟ حنبلش. حوق الإجابة الصحيحة. هون بدنا نشوف مين أكبر. نحن دائما بس نبلش بالمقارنة ونحط بنبلش اول شيء بالمئات، بعدين بالعشرات، بعدين بالاحاد. اوكي، طيب اول شيء ما نشوف عندنا المئات هي هون 6 وهون 6، يعني ال 100 قد بعضه. اوكي، طيب بنبلش بالتنز. تنز عندنا 9 وعندنا بتين ميل 7. مين اكبر؟ هودي 9 وهودي 7، يعني 9 اكبر، ف بدها تكون هيك، يعني جي لميلة الأكبر. أوكي، طيب رتب من الأصغر إلى الأكبر وبالعكس. طيب كيف نبلش نرتب من التصاعديا؟ يعني بدنا نبلش بأقل شيء. أوكي، ما نبلش نحنا كالعادة بالمئات، الهندرد. عنا هون 2 5 9 6 2، يعني أقل شيء هو 2. يعني ما أشوف مين هيدي اقل ولا هي اقل. بنبلش بشو؟ بالتنس. هون عنا 5 هون عنا 6، يعني 5 بنبلش فيها. اوكي، 258. اوكي، وراها بيجي 268. طيب وراها ما نشوف كمان ال 100، عنا 5 وعنا 6 وعنا 9. بنبلش بال 5 لأنه هي أقل شيء، 516. عندنا هون كمان 6 و9، 6 أقل، 690، وأكثر شيء اللي هي 980. أوكي، طيب ما أنا هلا نحطهم تنازليا، يعني من الأكبر للأصغر. نبلش كمان بالهندرد. شو أعلى رقم بالهندرد هون؟ هو 9، يعني 980. اوكي، 980 لانه هي اعلى وحده بال 100. طيب عندنا 600 وعندنا 500. 600 اكبر، يعني 690. اوكي، وراها عندنا 516. وراها عندنا هون في 200 200 200. بدنا نشوف مين الاكبر، 6 ولا 5؟ اكيد 6. اوكي، اخر شيء هون واضح. كمان لحتى نعمل نشاط جديد، هون بدنا نقرا منيح ونعمل مقارنة مثل ما عملنا بالنشاط اللي قبله. ما نبلش بالهندرد. اوكي، لنبلش سوا. بنبلش بالهندرد، عندنا هون 400 وهون عندنا 100. الفور اكبر، دغري بنحط هون هيدي الاشارة انه هي الاكبر، دايما بتحب تاكل الاكبر. اوكي، طيب عندنا هون بدنا نشوف اذا هاي اكبر من هاي. عنا هون بال 100 عنا 7، هون عنا 7، يعني أضباط. ننتقل للي قال اللي هي 10s. عنا 2 هون وعنا 2 هون، كمان نفس الشيء. عنا هون 9 وهون 9، يعني equal، هودي نفس الرقم. اوكي، لا نشوف غيره. عنا هون 533 و654، كمان بنبلش دائما بال 100. عنا 6 اكبر من ال 5، دغري نفتح بدها تاكل الاكبر. ننتقل للي تحتها، عنا هون 500 وعنا 900، فال 9 اكبر من ال 5، يعني عنا 5 تفاحات وعندنا 9 تفاحات، اكيد 9 تفاحات اكثر. طيب لنشوف هون كمان،
عندنا 804 وهون 800، اي اكبر؟ منبلش بال 100. عندنا هون 8 وهون 8 نفس الشيء، عندنا هون 0 وهون 0 كمان نفس الشيء. بنصير هون بال 1s، عندنا هون 4 هون 0، عندنا 4 وهون ما في شيء 0، فال 4 اكبر. اوكي لا، خلصنا درسنا لليوم، بنشوفكم الأسبوع المقبل مع درس جديد بمادة الرياضيات. باي.